حقيقه يا اخوي سعد، انا واخوي سليم جايينك علشان ننصحك. اي والله صادق كريم اخوي، ترى الاعتراف بالحق ترى فضيله. صحيح، ومن تاب تاب الله عليه. هو صادق ترى اخوي كريم، هو صادق ترى احنا مره من زمان مره صح، من زمان قد سرقنا لنا قفر. من زمان قفر قفر ها قفر 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 سرقنا لنا قفر، بس من غزل الشيطان. أيوة. غزل الشيطان، واذا الشيطان غزك تسوي كلش، وبتسرق قفر وما قفر تسوي كلش. وندخل انا وكريم، اما انا سرقنا القفر ودخلنا لنا قفر مع قفر القفر 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 ما تعرف القفر انت، قفر القفر ذا صغير. نعم. وبعدين اخذنا القفر ودخلنا لنا مع الفرجه صغيره، فرجه فتحه، دخلنا مع فتحه في السطح، فتحه في السطح اسمها الفرجه. ودخلنا مع الفتحه اللي بالفرجه وقعدنا ندق في شو اسمه الفكه. انا دق فكه قفر بلاك انت القفر، قعدنا كذا القفر وقعدنا يوم بغى بطن اخوي كريم يتمزع من شو اسمه، جاه مغص. لا انت المغص وانا اسهال، جاه اسهال صح، تقطعت مصارين، غزنا الشيطان وقطع مصارين الشيطان. شفت هذه هي عقوبة السرقة، هذه عقوبة السرقة. بعدين رحت أنا وأخوي سليم واعترفنا له وقلنا حنا آسفين. تذكر؟ وقاموا سامحونا وعطونا زيادة قفر، قالوا لو ما دامكم اعترفتوا بخطاكم. صح شفت شلون؟ شفت شلون وأنا خالك؟ شفت وأنا أخوك؟ الاعتراف بالحق فضيلة، ومن تاب تاب الله عليه. يا جماعة والله العظيم ما أخذت شيء، حتى أنا قايل لهم روحوا للدرج وخذوا البصمات. اعترف احسن لك، ترى هذه فيها قصيدين. ما عاد فيه قصيدين، احنا يقول قصيدين بعد حقوق الانسان، ما عاد فيه، وينك فيها؟ لا يا سليم انت غلطان، يقصون يد اللي يسرق ابوه. والله يا سليم ما اخذت شيء. وهالكيس المليان اللي شافوك يوم انك تطلع من المكتب وهو بيدك، وشو؟ هذا الكيس ما فيه الا زمزميه وفاضيه، حتى يوم قابلت ابو ضاري وشم ريحه القهوه قال يا زين قهواتكم. على كل حال يا سعد احنا مثل اخوانك وجايين ننصحك، وانت بخص يعني انت معترف. والله شوف والله صح، ان ذا الفقع ذا اللي انت اخذته ذا، ايش فقعه؟ وش ذا الفقع اللي اخذته؟ الخزنه مدري وش، مو الخزنه، الدرج، الفلوس حق ابوه. والله ان يجيك مغص يقطع كل شيء فيك. عشان تعرف تفزي شيء يا سليم؟ وش تدري شيء؟ وش هو؟ ترى البنك ما قصروا يوم انهم يفصلونك. الله يطول عمرك. والله ما قصروا، ترى مو بعشان الاختلاس، لا عشان هالدمجه. الله يطول عمرك.